السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أهلا متابعين في الدنيا؟ نبدأ يومنا كده بالصلاة على النبي. زي ما انتم شايفين الجو النهاردة كان شمس حلو الصبح ورجع غيم تاني. الحمام ما شاء الله، الحمام طبعا انا كنت سايبه في الشمس. والفيديو بتاعنا النهاردة يا جماعة هيكون بقى عن ايه؟ عن أول طلبية حمام معانا مع بعض على القناة، هنطلعها مع بعض ونشوف خير سطوحنا بقى يا جماعة. طبعا الفلوس ده هناخدها، انا كنت جايب عليها علف للصراخ بتاعت الكتاكيت بتاعت رمضان الساسو، وهنروح بقى ناخد الفلوس ونسد الفلوس اللي عليه. تعالوا كده بقى بسم الله الرحمن الرحيم. هو عايز 4 تجواز يا جماعه، هنطلعهم اهو. بسم الله ما شاء الله، الفرد ده مش عارف بيجي من مكانه على طول يطلع هنا اهو يا جماعه. شوفوا ما شاء الله الاحجام، شوفوا يا جماعه ما شاء الله، شوفوا شوفوا الاحجام، حاجه ما شاء الله زي الفل. بسم الله ما شاء الله، على كده جوزة همتي. تعالوا نبص هنا في الجوز، ان شاء الله يا جماعة. هو طبعا من غير تنظيف يا جماعة، مش هننظف ولا حاجة من دي، هو هياخدهم كده من غير تنظيف، هو هياخدهم للذبيح بس، يعني هياخدهم من غير تنظيف ولا كلام من ده. هو اصلا احنا مفيش عندنا هنا حد ينظف، فبياخدهم ايه، عارف الزغال اللي انتهى له وصغيرين لسه قدامهم شويه الزغاليل دي. والله انا عارف، تعالوا كده نبص هنا بس. ده اكيد انا هوديه كبير وحيد. دي جميل برضه اهو ما شاء الله، بس هسيبها شوية. هديله بقى اهو يا جماعة. هذا دخلنا، ده جوز، 2 3 بص اللي هياخدهم صاحبي يا جماعة، يعني واحد صاحبي والله مش هينفع اقول لكم السعر بقى زي ما بقول لكم كده، عشان خاطر ايه يعني، واخرهم بسعر رخيص شوية يعني صاحبي وكده يعني. اهو هذا جوز، 2 3 عايزين له لسه له واحد كمان، بس هندور له بقى على واحد. ايه طبعا اللي هناك دوم الهزاز مش هيتباعوا، خد له ده خلاص. حلو قوي اهم يا جماعة، شايفين كده ما شاء الله بقى. هناخدهم يا جماعة بقى، ندوهم ايه لصاحبهم. وطبعا نشوفوا بقى يا جماعة، ما هو بص الطيور ما صرفتش على نفسها زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، يبقى بلاش لازم. الحمام انا بجيب لهم شكارة خلطة كل اسبوع، انا جايب لهم شكارة الخلطة تحت ايه ب150 جنيه. معلش انا اجيب لهم شكارة خلطة كل اسبوع، كلفة حمام ب150 جنيه، ما هم كده هيعوزوا ميزانية وبالهبل، ما هم مصروفوش على نفسهم. المهم الوقت هاخد الحمام ده هبيعه، بس مش هجيبهم خلطة الحمام ولا حاجة، هجيبهم اللهم صل على النبي، اللهم صل على حبيبك النبي، هجيبهم خلطة، جايبهم علقة للبتاع، كنت شاري من الراجل علقة للفراخ الساسو بتاعت رمضان لسه مصورتها الكوش، و
وهروح بقى اسد للراجل الفلوس. بس هم ما شاء الله حاجه تشرف والله يا جماعه الزغلل، ما شاء الله لما بتهتم بالحاجه بتديك الانتاج زي الفل. انا لسه عندي جوه زغلل كتير، بس لسه بس عامله ما شاء الله، عامله لسه صغيره شويه عندهم. وبرضك عندي زغلل بس طايره برضك، يعني انا عندي كميه زغلل ثانيه بس في منهم الطاير وفي منهم اللي لسه صغير شويه. طبعا شوفوا الدكتور سعاني يا جماعه كمشانين هم تم الساعه، الشمس كل شويه قاعده تطلع وتروح وتيجي. وزي ما بقول لكم كده، هو بالطبيعه يا جماعه جوز الزغاليل لو زغاليل كبيره وحلوه الجوز، هقول لكم الاسعار بقى الطبيعيه يا جماعه. ده احنا عندنا هنا جوز الزغاليل لو ما هم لو هم زغاليل كبيره وحلوه كده، يعني ما شاء الله احجامهم حلوه، الجوز بيعمل لهم 50 جنيه. لو الاوزان لو مثلا الزغاليل رفيعه مش حلوه كده برضك يعملهم بقى 35 40 جنيه. اما الحاجات الحلوه اللي زي دي 50 55 60 جنيه حسب اللي بيبيع يعني. فالاسعار هنا زي ما انتم زي ما بقول لكم كده. اما انا الصراحه هطول الزغاليل دي يعني بسعر مش هينفع اقول لكم بقى زي ما بقول لكم كده، عشان خاطر ايه محدش يرجع يقول لي ايه داني خلاص، هي اكراميه مني لواحد صاحبي يعني. ولو ما جابش فيهم فلوس خلاص والله انا مش هقول له لا، بس يعني ايه بتبقى اكراميات بين الناس وكده بقى يا جماعه. تعالوا كمان نوزنهم مع بعض على الميزان، نوزن فرد كده. تعالوا يا جماعه نوزن منهم اي حاجه على الميزان كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يعني ده زغاليل اللي طير ده يا جماعه. اهو شوف عندي جوز بيضين فين على السلم يا جماعه، الميزان اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله شوفوا يا جماعه كده الميزان، شوفوا يا جماعه دخل على نص كيلو الواحد، الفرد دخل على نص كيلو يا جماعه ما شاء الله، يعني 400 وحاجه، 400 وكام 400 وشويه دخل على النص كيلو يا جماعه. زي ما بقول لكم كده ما شاء الله حاجه تشرف وحاجه زي الفل. طبعا انا هذبح هو هياخدهم بقى ايه حقيقه، مش هيتنضف ولا كلام من ده. انا عارف ان الفيديو ما فيش فيه افاده لكم، بس انا قلت يعني اوريكم خير السطوح بتاعتنا مع بعض، نشوف خير سطوحنا مع بعض. والاول مره اشوف القناه يا جماعه يفعل الجرس عشان يوصل، اشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلوا مني كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو يا جماعه عشان الكل يشوفه يتفرج عليه، وعشان الفيديو يترفع يا جماعه انا اول ما عشان القناه تكبر بين بكم طبعا. واشوفكم الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.